ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والبلوغ شرعا ايش؟ نعم. والبلوغ شرعا وصول العبد الى حد المؤاخذة شرعا، وذلك بكتابة ايش؟ سيئاته، لان اعماله متى تبدأ؟ منذ ولادته. وحسناته متى تبدأ كتابتها له؟ منذ ولادته. لكن السيئات لا تكتب إلا بعد البلوغ. فالذي يصلي وهو ابن 7 و8 ونحوها ولم يبلغ تكتب له الحسنات، وإن ارتكب حراما لم تكتب عليه سيئة، وإنما تكتب إذا وصل إلى حد المؤاخذة على سيئاته.